الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. أرحب في قناة المنقذ العالمي في برنامج أحسن القصص. أول بداية، أكو عندي رؤيات وعندي كرامات للسيد سلام الله عليه، فأبدي بالرؤية. أول بداية، من ظهرت دعوة السيد سلام الله عليه، سيد أحمد عليه السلام، في بدينا لا عندنا روايات كانت، ولا حتى أتذكر واحد يجادل وياني قال لو تيب لي رواية وحايدة اسم أحمد الحسن سلام الله عليه، لو اسم أحمد أنا أتبعه. صدق ما كان عندنا اسم، إحنا ما مطلعين، موجود هو بالكتب. فشاهد، فسألت الله جل وعلا، قلت له يا ربي أريد رؤية حتى يطمئن قلبي بأن أنا من الأنصار، مو حتى يبين السيد لي، لا أمنا والحمد لله شكرا، بس ردت هل أنا من أنصار السيد سلام الله عليه لو لا. فبقيت فترة شهرين أو أكثر ما حصلت الرؤية. ذاك اليوم قعدت الصبح صلي صلاة الفجر، باعتبار أسولف اللي القصة عادي غير، صلي صلاة الفجر قرأت قرآن ودعات، طرحت القرآن وطرحت دعاء مفاتيح الجنة، وأنا بقلبي غير علي من عليه البيت السلام الله عليهم، أقول يا أهل البيت أنا أتوسل بيكم وما أرى رؤية. حتى أتذكر نمت بدون مخد، والله بعالم الرؤية. وإذا رايح أنا للزيارة، زيارة أهل البيت عليه السلام، وأتذكر بكية والكية سودة إيش كأنما. فقبل لا نوصل النجف لقتنا مواكب تلطل، شفناها أكو مواكب ما ارتاحين لها جزيان، بعدين لقانا موكب حلو كلش كأنما، شلون شد عزمك. نزلنا من السيارة، عبارة مو رؤية، عبارة حقيقية لطم شوية لهناك، وشوف رؤية امرأة فرعة. قلت هذا بعد الموكب شلون نظل بي. صعدنا مشينا، وصلنا للإمام علي سلام الله عليه، زرنا الإمام علي سلام الله عليه، وطلعنا الكربلة. تقول مو رؤية، تقول عبارة صحيحة، أنا راكب شلون كان. وصلنا إلى كربلاء ويا مجموعة حوالي ربعي، كأنما الحسين عليه السلام البنيان القديم إلى باب خروج وباب دخول. اجيت أنا أمشي وربع طبق، فوصلت للباب الدخول وأشوف الإمام سلام الله عليه الحسين عليه السلام، الشباك بهذا علوة وبعد أعلى، والإمام الحسين عليه السلام الشباك والإمام الحسين كله أخضر، والإمام بهذا الشباك كذا جاي واصل للإمام الحسين إلى صدر ويكتب سلام الله عليه. شافني تبسم كأنما شلون من شافني بالرؤية، من تبسم كأنما شلون إحنا من أنصار اليماني بهالمعنى يعني، هيك بالرؤية أنا لفهمها هذا. مد يده إلي سلام الله عليه الإمام الحسين عليه السلام، تصاللت ويا الإمام سلام الله عليه، وقال لي، قلت له مولاي يدعينا أن أكون مع الأنصار اللي هم أقصدهم أنصار أحمد الحسن سلام الله عليه اليمان. كأنما رفع ديده علي الدعاه، بعدين مد يده ياب شيء الطانية بس ما يعني أخذته، بس ما اللي ما استبيد. بعدين أخذ شلون أكليتها الخضر خلها على راسي ورجع الإمام سلام الله عليه، كأنما أيدنا بالرؤية. أنا فهمت كأنما أيدنا، لأن إحنا شيء من الأنصار، شيء تابعين السيد سلام الله عليه، سيد أحمد عليه السلام، كأنما هذا تأييد. إن والتفتت لهناك وأشوف واحد، لهناك وأشوف واحد، هاي وهي الرؤية كلش طويلة. بعدين جيت أخرج من الإمام سلام الله عليه، رجع الإمام ما له غرض بين الناس، كأنما ما موجود. وعلى أثرها وبعد قعدت الصبح كأنما بعد، وين أنا قلت لك إني متبغيض، وقعدت فرحان بالرؤية اللي الله جل وعلا أوهب لي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى محمد المهدي وسلم تسليم.